طبعا الشيخ ابو العلين من مواليد ديالة محافظة كفر الشيخ، وكان طبعا بندي نبذات كده يعني كده، هو كان من صغره كان محب للقرآن، لدرجة إن هو كان يروح يسمع المشايخ اللي كانوا بيجوا في البلد هنا وينام، أو يعني طفل صغير فيبقى تحت الدكة بتاع القارئ، ومن حلاوة القرآن له كانوا يدوروا عليه ويجيبوه فين؟ يجيبوه من تحت الدكة بتاع القارئ اللي بيقرأ. وكان هو في المدرسة كانوا دايما المدرسين يقولوا إن يعني الطالب ده يعني يكون في القرآن أحسن من إن هو يكون في التعليم أو كده، من حبه للقرآن. طبعا له حاجات، أول حاجات له يعني التفاصيل إن كانت في سنة 36 في المنصورة، وكان في الشهدان، وكان هو بقى داخل بقى كده وطربوش وطفل صغير، لأن هو أصغر قارئ برضه، طبعا معروف إنه أصغر قارئ دخل على مستوى العالم ممكن أو مصر. دخل الإذاعة طبعا سنة وهو عنده 17 سنة، وكان قبلها بيقرأ، يعني كان في وقت الاحتفال بالشهداء ده كان عنده حوالي 14 سنة، فازاي طبعا طفل صغير زي ده ونحيف في الوقت ده إنه يقرأ، فيعني تقول كانوا يعني زي كده يقولوا إزاي ده هيقرأ أو كده. فلما قرأ أعجب به، يعني كان في مشاهدة فيها يعني نسبة كبيرة من الجماهير وشالوه على الأعناق، وهذا كلام برضو ممكن جدي بيقوله، فأعجب به جدا. ودي كانت المرحلة المفروض يقولها، بس ما كانش إيه داخل الإذاعة، وكان من حلاوة صوته كان أيامها الإنجليزي والحاجات كده، فأعجبه بالصوت، والوحيد اللي قعد يقرأ كتير هو حوالي نص ساعة أو حاجة من إعجابه بالصوت، لدرجة إن هو فكر إن إيه هما مستنين يعني اللي بيقرأ دقيقتين أو ثلاثة. المهم دخل الإذاعة سنة عنده سنه 17 سنة 1939 ديت، وكان أول قارئ برضه دخل أو قرأ في المسجد الأقصى. هو طبعا حضر الأجيال جميع ممكن القراء أو أكثرهم أو من الشيخ محمد رفعت، وكان له طبعا محب جدا للشيخ محمد رفعت، وطبعا معروف ان هو في تلوات كتيره جدا لصوت الشيخ ابو العنين وموجوده عندي، ما حدش يعرفها ابدا، يعني ما تعرفش تفرق صوت الشيخ رفعت بين الشيخ ابو العنين شعيشع.